وصلت أول طائرة أرسلتها بريطانيا لإعادة السياح البريطانيين الموجودين في منتجع شرم الشيخ المصري، وصلت إلى مطار جاتويك بلندن. وكان من المقرر أن يتم تسيير 29 رحلة لهذا الغرض، لكن السلطات المصرية أعلنت أن 8 طائرات فقط يمكنها أن تغادر الجمعة. وفي سياق التحقيقات بشأن سقوط الطائرة الروسية، قال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية إن بنيانات أحد الصندوقين الأسودين أظهر الطابع العنيف والمفاجئ للحادث، معززا فرضية انفجار قنبلة داخل الطائرة.